السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلبة تانية ثانوي. إن شاء الله النهاردة إحنا عاملين مراجعة فريش من لونج مان على الوحدات 1 2 3. نقول بسم الله توكلنا على الله. الجزء الأولاني طبعا اللي هو 2 اختياري، اللي هم حوالي تقريبا مش عارف 11 سؤال تقريبا أو 10 أسئلة. نمبر 1، everyone should learn how to، عايزين هنا اجابتين، كل واحد ينبغي ان هو يتعلم ان هو يقوم بالاسعافات الاوليه. كلمه يقوم او يؤدي الاسعافات الاوليه first aid بتيجي مع فعل ايه وايه؟ طبعا احنا معانا perform اللي هو يؤدي او يقوم به، والفعل do طبعا ممكن carry، بس carry يجي معاها out، يبقى معايا perform ودو. نمبر 2، you should always behave politely. behave هنا اللي هي ايه؟ يتصرف بأدب. with your friends. behave is similar، هيسألنا عن behave بقى معناها ايه في المعنى، ممكن تكون ايه في دول، هل forget ينسى ولا act؟ طبعا act يتصرف. abuse طبعا abuse اللي هي يسيء، ولا deal؟ طبعا deal. يبقى act politely او deal politely with friends. number 3، كشري is a popular، هيسألني عن popular. popular اللي هي شعبي او محبوب او معروف او كده، هو طبق شعبي in Egypt. popular هنا بقى is the opposite in meaning to، يعني العكس في المعنى، هو عايز الانتونيم، عكس كلمة ايه وكلمة ايه. طبعا عكس كلمة unpopular، وايه كمان disfavored اللي هو غير مفضل، يبقى popular عكسها unpopular و disfavor. number 2، number 4، don't worry، ما تقلقش، I'll give you the medicine، أنا هديك الدواء. نشوف إيه اللي ماشي معاها هنا، عايزين حال مناسب. lately يعني إيه مؤخرا، commonly شائعا، immediately immediately يعني فورا، هديك الدواء حالا، ممكن immediately وممكن at once، يبقى immediately at once في الحال. عادل could achieve more success، يعني ممكن ان هو يعمل نجاح اكتر. success هنا بقى is an antonym، نجاح هي عكس كلمة ايه وايه، طبعا عكسها failure اللي هو الفشل، وايه كمان ممكن defeat اللي هي الهزيمة، لان طبعا achievement انجاز، و encouragement تشجيع، و amusement اللي هي تسلية. we should all people with special needs، ينبغي كلنا ايه بالنسبة، يعني نعمل ايه بالنسبة للناس اللي لها اللي هي احتياجات خاصة، يبقى طبعا care for ممكن اللي هي يرعى او يهتم به، و look after اللي هي يعتني به. طيب a car is السيارة تكون ايه؟ faster than a bike، هي faster صفة من الدرجة التانية يا جماعة. احنا لما نكون عايزين نجيب كلمة عشان قبل الصفة من الدرجة التانية ممكن نستخدم ايه؟ much مش many، ممكن نستخدم a lot، ممكن نستخدم a little، ممكن نستخدم a bit. طيب يبقى احنا هنا ايه اللي احنا قلناه يمشي في الحتة ديت؟ هتلاقي كلمة much faster يعني اسرع بكثير من الدراجة، ممكن a lot faster اللي هي اسرع بكثير. I hope the manager will، اتمنى ان المدير يعمل ايه بقى؟ to my complaint لشكوتي on time في الوقت المحدد، يبقى هنا اتمنى انه يرد على الشكوى بتاعتي، يبقى respond، ممكن respond وممكن هل يهمل، هل prefer يفضل، هل reply طبعا reply to، و respond to my complaint يعني يرد على شكوتي. still you have enough time، انت ما زلت عندك وقت كافي. هنا السؤال ده اعتقد بس ان هو فيه يعني سهو في الكتابة، كانت المفروض الكلمة دي ما تبقاش موجودة يا جماعة، اللي هي don't have to، فيعني على اساس ان احنا نختارها، فهي بس اتكتبت عفوا يعني اعتقد كده، يعني لان حتى هي موجود في الاختيارات بتاعتك. انت عندك وقت، فانت بالنسبة لك ايه؟ هل الواحد يبقى مضطر ان هو يسرع ولا مش ضروري؟ لا طبعا مش ضروري، يبقى don't
هاف تو اللي هي سي اللي هو حطها اصلا، يعني المفروض ما تبقاش موجوده، يبقى المفروض هنا نقط، وايه كمان بتساوي نيدن اللي هي نوت نيسيسري ليس من الضروري، يبقى يو دونت هاف تو او يو نيدنت، طبعا ما بتاخدش تو هنا، هاري يو نيدنت هاري يعني اتس نوت نيسيسري، مش ضروري ان انت تسرع عشان عندك وقت. وائل traveled to Aswan by ship to enjoy the views along the way، عشان يستمتع بقى بالمشاهد بقى في الـ في الـ في الطريق وكده، اللي هو يقصد يعني يعمل رحله بالسفينه وكده. طيب يبقى وائل ايه يا جماعه؟ ماي، انا ممكن اقول ماي ترافل، وممكن اقول ماست يجب، وممكن اقول كل حاجه، وممكن اقول هوبس تو يتمنى، بس هنا بالنسبه للاجابه احنا هنختار ايه؟ هنلاقي ان كلمه decided to قرر ان ماشيه الى حد ما مع كلمه is going to، يعني الاثنين ممكن ناخدهم ويؤدوا نفس المعنى، دي المعيار اللي احنا بنختار عليه في الامتحان يا جماعه. يبقى هنا واحد يقول لي يعني مثلا ما انا ممكن اقول ماي وممكن اقول ماست، لا انت لما تيجي تختار تختار الاثنين اللي ممكن يتحطوا في نفس الـ 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 المساحه او في نفس الجمله ويؤدوا نفس المعنى. يبقى وائل ديسايد تو قرر ان، وبدم قرر ان، يبقى از جوينج تو ترافل. بعد كده طبعا اختيار واحد 11 I read a wonderful article that suggests، أنا قريت مقال رائع الذي يقترح technical A to future food problems، مشاكل الغذاء المستقبلية. I think they will be very useful. إيه اللي تمشي هنا مع مشاكل؟ أكيد حلول. هل objections اعتراضات؟ هل solutions؟ طبعا solutions يعني حلول. disappearance طبعا اللي هي اختفاء، و disturbance إزعاج، يبقى solutions. Experts الخبراء recommend Dublin food، بيوصوا بمضاعفة الغذاء to face the increasing population اللي هي الزيادة السكانية المتزايدة all over the world. يبقى هنا ايه بالنسبة بقى يضعفوا ايه الغذاء؟ يضعفوا هل infection عدوى ولا consumption استهلاك ولا production؟ طبعا production اللي هي انتاج الغذاء. You should have healthy food too، ينبغي ان انت تتناول طعام صحي بالنسبة بقى عشان ايه؟ your immune system اللي هو نظام المناعة، طبعا علشان ازود او عشان اقوي او عشان ايه؟ ان انا ادعم النظام المناعي. يبقى هنا طبعا معايا كلمة نختار ايه في دول؟ طبعا support مش كده؟ او في كلمة تانية اسمها post، بس مش دي، دي اسمها post اللي هي يتباهى، انما التانية او طبعا باس اللي هي يتجاوز، وبروف اللي هي يبرهن. If you have لو pain you must consult your doctor immediately، ينبغي او يجب ان انت تستشير الطبيب بتاعك فورا to make sure you have no problem، ان انت ما عندكش مشكلة with your heart، مع في مشكلة في القلب يعني. يبقى if you have ايه هنا اللي لها علاقه بقى بتبقى القلب وكده، فيست يعني ايد، فيست اللي هي قبضه الايد، تشيست ايوه تشيست اللي هي الصدر، لو عندك الم في الصدر يبقى لازم تستشير الطبيب. Sadly although the emergency services الخدمات اللي هي خدمات الطوارئ took him to hospital للمستشفى، عبد الوهاب لم يعني هنا طبعا sadly طبعا بحزن وكده، يبقى اكيد في مشكله يعني. يبقى بالرغم من ان اللي هي الخدمات اللي هي خدمات الطوارئ خدته للمستشفى، الا ان هو didn't ايه؟ يبقى لم ينجو، يبقى didn't survive. طبعا deprive يمنع، و arrive يصل، و drive اللي هي يقود، يبقى didn't survive لم ينجو. Your heart about 380 liters of blood through your body every hour، يبقى يضخ، يبقى كلمة يضخ اللي هي ايه بقى؟ طبعا pumps مش كده؟ مظبوط. طبعا absorbs اللي هي يمتص، وبلوك يمنع، وجامب يقفز. If a child decides لو طفل قرر ان هو up a new sport، خلي بالك بقى من كلمة up عشان نختار عليها، send them to visit a doctor to check their heart first،
يعني لو طفل عايز يلعب يبقى عايز ان هو يدخل في رياضة جديدة، يبقى take up، مش كده يا جماعة؟ يبقى take up a new sport، لو يعني يمارس رياضة جديدة. الأول ان احنا نستشير طبيب عشان يتأكد من ايه؟ من قلبه أولا. My father is very sick. بابا تعبان جدا. He is going to an operation today. بالنسبة للأوبريشن اللي هي عملية، لو طبيب يعمل عملية يا جماعة ممكن أقول perform أو do أو carry out، ده الطبيب اللي هو الجراح اللي بيعمل عملية. إنما إنسان اللي هو المريض يعمل عملية، يعني يتعمل له عملية، يبقى have أو undergo an operation. يبقى بابا تعبان، يبقى هو هيتعمل له أو هيعمل عملية النهاردة. Employees should be rewarded or promoted. مين اللي هو يكافئ أو promoted، يترقى؟ طبعا الناس الكويسة، الموظفين. يبقى الموظفين اللي هم نون الكفء أو الكفاءة، يبقى efficient، مش كده؟ طيب في كلمة بقى يجيب لي كلمة ملعبكة زي يقول لي مثلا sufficient، لا دي معنى كافي، مش كده؟ ordinary عادي، وبرايمري اللي هو ابتدائي. What هنا في فراغ. Do you want to buy sir؟ نقول ايه؟ What rather ولا what also ولا what another ولا what else؟ لا احنا بنقول what else، يعني ايه تاني عايز تشتريه يا سيدي؟ What else، ايه تاني؟ All wishes to win medals. مين اللي يتمنى او يرغب ان هو الحصول على الميداليات؟ يبقى اكيد الناس اللي هم الرياضيين. يبقى هل نقول athletic رياضي، دي صفة، ولا athletes؟ مظبوط، athletes اللي هم الرياضيين، ولا athletics اللي هي ايه؟ العاب القوة، وفيها حتى ايه apostrophe عشان يجي بعدها اسم، ولا athletics اللي هي العاب القوة؟ طبعا احنا نختار athletes. A disease is any disease. هو اي مرض affects a very small percentage، نسبة صغيرة من population السكان. يبقى أكيد يبقى مرض مش شائع، يبقى مرض rare، نادر، لأن طبعا common يعني شائع، موجود بقى متعارف عليه وموجود بكثرة يعني كتير. serious يعني خطير، ولا spreading منتشر. ليبيا lies to the، ليبيا تقع على إيه بقى يا جماعة؟ غرب، مش كده؟ يبقى غرب مصر، يبقى ويست. I have a ولا an headache. It's not tolerable. ليس محتمل، مش محتمل، يبقى أكيد حاجة صعبة، صداع جامد. يبقى نقول إيه؟ severe. severe يعني صداع حاد قاسي. طبعا several يعني عديد. My uncle is a brilliant surgeon. عمي جراح بارع. He usually emergency operations. احنا لسه قايلين يعمل عملية. بالنسبة بقى للجراح يبقى ايه؟ ايوه، تبقى performs، مش كده؟ او does او carries out. كلمة deform دي بمعنى يشوه، inform طبعا اللي هي يخبر، وreform يعيد تشكيل او يعيد تكوين. You can avoid، يمكنك تجنب ايه؟ with COVID-19 as long as you follow safety rules، طالما تتبع اللي هي قواعد السلامة وكده، يبقى ايه اللي نتجنبه مادام بنقوم بقواعد السلامة ونتبع قواعد السلامة؟ يبقى العدوى. injection يعني حقن، infection عدوى، اسف دي اسمها افكشن، شوف انا قريتها خطا، هي انفكشن اللي هي الاخير عشان بس ما نتلخبطش، اللي هي العدو. افكشن اللي هو وود، بروتكشن اللي هو حمايه، يبقى احنا خدنا انفكشن. يبقى يمكنك تجنب عدوى كوفيد 19 طالما. تو encourage تيم ورك، عشان تشجع اللي هو العمل الجماعي. ذا تيتشر students into groups to urge them، عشان يحسهم، يبقى قسمهم الى جروبات. كلمة يقسم الى، اختاروا بقى معايا، يقسم الى، يبقى divided students into. هنا طبعا share اللي هي يشارك، separate يفصل، cut يقطع، انما هي divide into، يقسم الى جروبات. still
The people in Siwa insist on wearing their clothes as their grandfathers used to do. زي أجدادهم وكده، يبقى أكيد الملابس التقليدية. Up to date يعني حديث، modern حديث اللي هو traditional اللي هو تقليدي، يبقى أكيد دي اللي هنختارها additional بمعنى إضافي. We mustn't damage to the environment. Damage بيجي مع الفعل ممكن do أو cause. هنشوف ايه اللي موجودة فيهم، يعني يسبب تلف يبقى cause damage. تريك يخدع، discover يكتشف، make طبعا لها اكتر من معنى زي كلمة يصنع او يجعل او كده. Some people use chemicals، بعض الناس بيستخدموا الكيماويات to stain البقع from clothes. يبقى علشان ايه؟ يزيلوا البقع. يبقى نختار ايه؟ remove. مظبوط. improve يحسن، add يضيف، rise ينهض أو يرتفع، ومعاني أخرى. My friend was by a young man who pretended to be a sales representative. يبقى هنا اتخدع في شاب خدعه اللي هو تظاهر أنه هو مندوب مبيعات وكده. يبقى هنا هنقول was، نقول بقى كلمة يخدع. إيه رأيكم نختار مين؟ نختار deceived، خدع. The club members usually get. أعضاء النادي عادة بيعملوا إيه لما يكون when they have serious issues، لما يكون عندهم قضايا هامة أو خطيرة to discuss، يبقى يجتمعوا. يبقى هنا get يجي معها إيه؟ get together. طبعا أنا عارف إن get up بمعنى يستيقظ، و get over يتغلب على، و get on اللي هي get on with يكون على علاقات طيبة مع حد وكده، إنما get together اللي هي meet. It's a valuable gold watch. ساعة قيمة، ذهب. It a lot of money. يبقى عايز كلمة تستحق. هل deceive يخدع، receive يستقبل، preserve يحفظ، ولا deserves طبعا يستحق. You work harder to improve your score. عشان تحسن من السكور بتاعك، otherwise وإلا you will get low marks. يبقى هنا اختار ايه؟ اختار طبعا حاجة ان انت يجب ان انت، يبقى هنا نصيحة مؤكدة must، لان mustn't يجب الا، needn't يعني مش ضروري، had to بتاعة الماضي اللي يضطر ان. 35. What is dish in Egypt؟ تعال بقى هنا بيسألني عن ايه هو اكتر طبق في توابل. يبقى هنا نقول ايه؟ صفة من الدرجة التالتة. يبقى هنا the spiciest. طبعا لازم يكون معاها ذا هنا عشان ايه الطبق، اكتر طبق نقول ايه سبايسي يعني في توابل، يبقى the spiciest. I think our national football team the match. هنا يا جماعة طبعا ده prediction، تنبؤ من غير دليل ولا حاجة، يبقى ومع I think أو من غير دليل، يبقى will win، فريقنا الوطني أو القومي هيفوز بالماتش. طيب بعد كده بيقول لي 37. In a week's time، في خلال أسبوع، I buy the beach. يبقى أنا عايز مستقبل، أنا هكون إيه بقى؟ مستجم على البلاج. هل نقول was؟ طبعا لا، احنا عايزين مستقبل. will be relaxing، مظبوط، will be relaxing. ولا نقول will relax؟ لا، هو هنا عايز طبعا مستقبل مستمر، هكون مستجم، مش هبدأ استجم، لا هكون مستجم. يبقى ونعلمها بالحتة دي، in a week's time I will be، والفعل في ing. I the room because my mother had already done it. نخلي بالنا كل يعني كل كلمة في الجملة بتحلي لي حاجة. هي ماما بالفعل عملت الأوضة. I found it clean and well kept. لقيتها نظيفة وكويسة، ويبقى ماما عملتها. هل أنا بقى يا جماعة needn't have والتصريف الثالث، نراجع الحتة دي. needn't have والتصريف الثالث اللي هي بمعنى إيه؟ ما كانش ضروري حاجة أنا عملتها. ركزوا يا شباب. I needn't have cleaned دي معناها يعني ان انا نظفت الاوضه وما كانش له لازمه، لا بس بيقول لي ده انا لقيتها معموله. يبقى هنا didn't have to tidy.
يبقى I didn't have to tidy يعني أنا ما اضطرتش، دي معناها ما كانش له لازمة، واكتشفت إن ما كانش له لازمة وما كانش مهم قبل ما أعمله عشان كده ما عملتوش. يبقى هنا دي الفعل ما اتعملش، إنما هنا ما كانش له لازمة بس الفعل اتعمل، يبقى أنا خدت didn't have to tidy. I take a taxi because I was about to miss the first lecture. كنت على وشك إن أنا تفوتني المحاضرة الأولى، يبقى اضطريت، يبقى هنا had to. I miss you so much. أنا مفتقدك جدا. You come and have lunch with me. ده اللي هي بقى يا جماعة invitation، دعوة حارة للحضور. يبقى أنا هنا طبعا أستخدم كلمة must. ممكن must تستخدم في invitation، أنت لازم تيجي وتتناول lunch with me. Please contact me later. لو سمحت اتصل بيا بعد كده. ليه بقى؟ يبقى أكيد في حاجة شغالة دلوقتي، لأن أنا I am attending مضارع مستمر a meeting now. Who is that? احنا متعودين يا شباب ان احنا لما بنقول ذا بتبقى صفة من الدرجة 3 مش كده؟ فعنينا هتروح على tallest، انما خلي بالك هنا بيقول لي of the two boys، يعني لما يقول لي من الاثنين يبقى عايز صفة من الدرجة الثانية رغم وجود ذا، يبقى the taller. You miss this lecture. تفوت المحاضرة دي. It is the most important one. دي أهم محاضرة. يبقى يا جماعة ما يصحش بقى أن أنت تفوتها. يبقى you mustn't. يجب أن لا. You mustn't. The flight due to the bad weather conditions. الظروف الجوية السيئة. يبقى الطيارة إيه؟ أكيد اضطرت أنها تلغى. هل نقول هل نجيب؟ طبعا هنجيبها في الماضي. must ولا have ولا had to cancel. طب ما had to cancel يا مستر. لا بس احنا عايزينها ايه؟ passive. يبقى had to be cancelled. I am sure عادل for his great achievements. انا متأكد ان عادل نقول ايه؟ هو جايب لي الاختيارات كلها ان هو يعني يكافئ على انجازاته العظيمة. طيب هنا هل اقول going؟ طبعا لازم يكون فيها is. هل اقول will reward؟ طبعا المفروض تبقى will be عشان passive يكافئ. هل is going to be rewarded؟ مظبوط ديت ان هو انا متأكد ان هو سيكافئ على اللي هو انجازاته. ولا is going to reward؟ لا دي معلوم، انا خدت المجهول passive. We prepared everything for my sister's wedding. احنا رتبنا كل حاجة يا جماعة، كل حاجة رتبناها للحفلة الزفاف بتاعت اختي. يبقى we a party tomorrow. يبقى بدام كل حاجة بترتبة يبقى نعبر عن الحدث ب present continuous مضارع مستمر. يبقى we are giving. يستخدم المضارع المستمر للتعبير عن حدث مرتب لحدوثه. We the office is the office till we have done. till وهنا مضارع تام، يبقى أنا كده هجيب هنا مستقبل. لحد ما نكون خلصنا all our work. يبقى we فين المستقبل اللي هنا؟ أكيد will. يبقى هنا will not leave اللي هي want، يعني احنا مش هنسيب المكتب لحد ما نكون خلصنا الشغل. يبقى want اللي هي will not. We must try this cake. احنا ينبغي ان احنا نجرب الكيكة ديت. يجب ان احنا نجرب الكيكة دي. It tastes. بعد الفعل taste من ضمن افعال الحواس زي مثلا smell وزي اللي هو touch وfeel وكده، يبقى هنا بنجيب صفة مش حال، يعني عايزين نقول مذاقه لذيذ. اللي هنختاره هنا يا جماعة طبعا صفة مش حال. هل awfully؟ هبعد بقى عن الحال. طب awful يعني تبدو فظيع، مذاقها فظيع. ده بيقول لي I am sure you will like it، يعني انت لازم تدوق، يبقى اكيد حاجة كويسة. يبقى delicious ولا deliciously؟ لا اتفقنا صفة، يبقى هي مذاقها لذيذ واكيد ان انت هتحبها. It was crucial for Abani to consult. يعني كان حاجة مصيرية أو مهم جدا إن أماني تستشير طبيب. This means. دي إيه بقى معناها إيه؟ تقرأ كويس وعلى مهلك.
هل she could have consulted يعني كان بإمكانها إنها تستشير، ولا she can't have consulted يعني استحالة تكون استشارت، ولا she had to طبعا she had to يعني اضطرت إن هي تستشير طبيب. I go to the service center اللي هو مركز الخدمة، مركز الخدمة. I needed to make sure أردت أو احتجت إن أنا أتأكد the car was ready for the long trip عشان أشيك على العربية وأتأكد إنها إيه كويسة يعني جاهزة. يبقى هنا إيه I had to go اضطريت إن أنا أروح عشان أتأكد من السيارة. I can't play tennis with you this evening أنا مش هقدر ألعب معاك تنس إيه النهاردة مساء. ليه بقى يا جماعة؟ لأن هيكون بيحصل حاجة، هيكون بيحصل حاجة an urgent task يعني مهمة ضرورية أو عاجلة for several hours يبقى مستقبل مستمر، يبقى I will be doing يبقى مش هقدر ألعب معك تنس لأن أنا إيه I will be doing هكون بعمل حاجة ضرورية لساعات متعددة. There was no need for me to leave the office early ما كانش في ضرورة بالنسبة لي إن أنا أسيب المكتب بدري. I depart early أرحل مبكرا، نشوف المعنى بتاعها هيبقى إيه. ما هو there was no need ما كانش ضروري، يبقى I didn't have to depart early يعني أنا لم أضطر وما عملتش. هو بيقول لي ما كانش في حاجة إن أنا أسيب المكتب، يبقى أنا ما كانش له لازمة إن أنا أغادر مبكرا. The amount of farmland كمية الأرض الزراعية in our area because people لأن الناس are building الناس بتبني more houses there بتبني يعني بتبني على الأرض الزراعية بقى الأرض إيه بتقل أو بتتناقص. هو هنا برضو أعتقد إن في يعني بس سهو مطبعي إن المفروض يبقى في سي كمان هنا. المهم هو جايب لي في ثلاث اختيارات المفروض يبقى أربعة. نقول بقى ايه يا جماعة كمية الارض الزراعية هنا يبقى بتقل. have to يعني ينبغي او يجب انها تقل، ولا is going to increase يعني هتقل، ولا تزيد increase تزيد، ولا is going to decrease هنا تنبؤ بدليل يعني سوف تقل، يبقى هنا مساحة الارض الزراعية هتقل عشان الناس بتبني بيوت عليها. I wish you all أتمنى لكم جميعا of luck المصطلح ده يا جماعة اسمه the best of luck أتمنى لكم أفضل الحظوظ to join the faculty you are dreaming of تخشوا الكلية اللي أنتم بتحلموا بيها. I think physics is the أعتقد إن مادة الفيزياء is the of all subjects A lot of students don't like it يعني في طلبة كتير ما بتحبهاش، يبقى هي أعتقد إن هي the most difficult هنا جايب لي زي يبقى the most difficult أكتر مادة صعبة. Dahlia is the tallest girl in class هي أطول بنت في الفصل، معنى كده إن she isn't الأسئلة اللي زي دي يا شباب لازم تخلوا بالكم وتختاروا بعناية كده بالراحة. She isn't her friends بالنسبة للطول والأسر والحاجات دي. هل هي isn't tall enough like مش طويلة بدرجة كافية زي أصحابها، ولا as tall يعني مش طويلة زي أصحابها، ولا isn't so short مش قصيرة زي أصحابها. هي دي مظبوط يعني لأن هي أصحابها كلهم shortest than her يبقى she is the tallest يبقى she isn't so short as her friends. هنا طبعا جملة منفية وهنا taller than لا ما تنفعش. A fine هنا بمعنى غرامة surely because he had exceeded the speed limit لأنه تجاوز اللي هو speed limit اللي هو السرعة أو حد السرعة المطلوب يبقى أكيد دفع غرامة. فبيقول لي هل هو اضطر يدفع غرامة might did he have to pay أيوة هل هو اضطر يدفع غرامة أيوة عشان تجاوز. shouldn't he have paid هل ما كانش ينبغي won't he pay هل مش هيدفع طبعا الإجابة did he have to pay. what a wasteful lady هنا عرفها خلاص يا لها من سيدة مبذرة. she more meat she had a lot in the fridge هي كان عندها كتير لحمة كتير في التلاجة ما كانش ينبغي انها تشتري ما كانش له لازمة.
بس خلي بالك انها عملت، عشان هو وصفها انها مبذره. يبقى زي ما اتكلمنا في اول الفيديو needn't have bought، ولما نقول needn't have والتصريف الثالث معناها it was not necessary but she did، ما كانش لها لازمه بس هي عملت. طبعا didn't have to buy دي ما كانش لها لازمه بس ايه، ما عملتش، يبقى احنا خدنا دي. The bag is heavy، الشنطه تقيله. Don't worry، خدت قرار هو يا جماعه وقت الكلام، الشنطه تقيله ما تقلقش، يبقى انا خدت قرار وقت الكلام، يبقى استخدم will، يبقى I will carry it for you، هشتلها عنك. The more، قاعدة ذا اللي هي صفة من الدرجة الثانية، صفة من الدرجة الثانية اللي هي معناها كلما كلما. The more you train hard، كل ما اتدربت بجد. The you become، يبقى دور على الصفة من الدرجة الثانية. The fitter you become، كل ما كنت أكثر ملائمة وأكثر fit. You cannot travel to America without getting permission، لا يمكنك السفر إلى أمريكا بدون إذن. You a valid visa، لازم يكون معاك تأشيرة سارية. يبقى طبعا هنا هنستخدم إيه؟ طبعا ده قانون، يبقى have to get، يعني أنت مضطر إن أنت أو يجب إن أنت يكون عندك فيزا. Swimming is banned here، السباحة is banned here يعني ممنوعة. يبقى ده معناها ايه؟ معناها you mustn't swim here، يجب الا، هنا تحريم prohibition. Living in a small town could be quiet، العيش في مدينة صغيرة ممكن يكون هادئ. But living in a village، العيش في قرية is ايه بقى؟ هنا بيقارن ما بين اتنين، هو ده ممكن يكون هادئ، لكن العيش في قرية ممكن يكون ايه بقى؟ اهدأ. يبقى اختار صفة من الدرجة التانية، quieter. هنا بيقارن ما بين حالتين، العيش في مدينة صغيرة ممكن يكون هادي، لكن في القرية يكون أكثر هدوءا، يبقى درجة تانية. It was not necessary for him to take an early train، ما كانش ضروري بالنسبة له ياخد قطر بدري. معنى كده ايه؟ تقرأ على مهلك، معنى كده ان he didn't have to take، يعني هو ما عملش، يبقى هو ما اضطرش ان هو ياخد قطر بدري. تدور على الحاجات التانية هتلاقيها ان هي مش مدية المعنى بتاعنا. Which of the following structurally correct، خلي بالنا من الاسئلة بقى اللي طالب فيها، هل correct ولا incorrect ولا كده، نخلي بالنا. هنختار هنا الجملة السليمة بالنسبة للستركتشر. توقف الفيديو تقرأ على مهلك. هنا تعالى شوف معايا بيه كده، بيقول لي to prevent accidents، عشان نمنع الحوادث، a new bridge needs to be constructed in this square، يعني في هذا الميدان لازم كوبري محتاج ان هو يشيد او يقام او يبنى في هذا المكان. جملة سليمة جدا. تعالى على سبيل المثال اعلمك، يعني انت بس بتقرا الاولانيه، تعالى نقراها مع بعض ونشوف الغلط في ايه. احنا خلاص خدنا اللي هي بي، بيقول لي to prevent accident a new bridge needs to be constructing، لا طبعا اهي الغلطه هنا، المفروض تبقى constructed زي بي. الاجابه اللي خدناها يا جماعه نعلم على كله بقى كده طبعا عشان نبقى عارفين ان احنا خدنا بي. تعالى شوف الثالثه بالمره، to prevent accidents a new bridge had to construct، اولا معلوم وفي الماضي، هي المفروض تبقى to be وبعدين في الماضي كمان. To prevent a new bridge may be constructed it's essential، ده بيقول لي ضروري، أساسي، يبقى مش may بقى، يبقى طبعا must be أو needs to be أو has to be، حاجة زي كده. 66 هاجر to England isn't she، أخلي بالي لما أكون جايب لي سؤال مزين بخلي بالي، isn't she أكيد هختار هنا حاجة فيها is. هل اقول will travel؟ لا. had to travel؟ لا. is traveling؟ مظبوط، يعني هاجر مسافره الى انجلترا. isn't she؟ تمام. هنا بيقول لي isn't traveling، المفروض كانت هتبقى is لو خدت دي بقى. your computer is very smart، الكمبيوتر بتاعك very smart، الكمبيوتر ذكي جدا. it's far superior،
يعني هو احسن ومتقدم عن بتاعي، يعني الكمبيوتر بتاعي. دي معناها ايه بقى؟ that it is mine، يبقى دي معناها ايه؟ much better than، يعني افضل، اكثر من، يعني افضل بكثير من بتاعي. less expensive، اقل غلاء، لا the same، نفس بتاعي، لا a lot worse، اسوأ بكثير، لا طبعا يبقى much better than. luckily، لحسن الحظ، the exam I had expected، الامتحان اكثر ما كنت اتوقع، يبقى الامتحان ايه يا جماعة؟ هنقول is easier than ولا was easier than. بس خلي بالك، طب واحد يقول لي طب يا مستر من الاتنين دول محتار بينهم، انا هقول لك فوق بيقول لي I had expected، يعني ايه؟ من اللي كنت اتوقعه، يبقى اللي هنا هنختارها ماضي، يبقى لحسن الحظ الامتحان كان، يبقى was easier، عشان هنا I had expected، يبقى كان اكثر سهولة مما كنت توقعته. My father promised، خلي بالك ان الفعل في الماضي، promised that he، انا متعود ان انا اقول will بس بدل ماضي يبقى هقول would، يبقى that he would buy a valuable present، كان ان هو هيشتري هدية قيمة for my birthday party. صلاح was the other players، من اللعيبة التانيين، before scoring a goal، قبل احراز هدف، at the end of the game، يبقى صلاح كان ايه؟ much faster than، يعني اكثر سرعة من اللعيبة الاخرين. هل نقول much more quickly؟ يعني جايب لي هنا حال، لا ده هو هنا verb to be، عايزين صفة. هل نقول the fastest؟ لا ده هنا جايب لي، ما ينفعش نقول the fastest the other players، يبقى هنا عايز مقارنة. هل نقول so quick as؟ المفروض تبقى يعني نقول ايه، as quick as، بس هنا هيبقى ايه، سريع زي الاخرين، لا هو اكثر سرعة من الاخرين، كان اسرع منهم قبل ما يحرز الهدف، يبقى much faster than. نيجي للترجمة اخر حاجة، بيقول لي translate into Arabic، زي ما انا معودكم يا شباب اقرأ الترجمة كويس واعمل كلمات مفتاحية، علشان الترجمة بقت اختيار زي ما انتم عارفين. بس احنا هنا هو جايبها ايه؟ يعني هو جايبها ترجمة، بس اللي الترجمة تكون يعني الجديد ان الترجمة هتبقى اختياري، هو هنا جايبها قبل التعديلات، يعني ما فيش مشكلة هنعملها مع بعض. When you go on a diet، يعني عندما تتبع نظام غذائي، you can reach and keep a healthy weight، توصل وتحافظ على وزن صحي. stomach، المعدة، الذكي، هي مفتاح great health، الصحة العظيمة. if you practice، لو تمارس the right eating habits. هنا نبص كده يا جماعة مع بعض، هنا بيقول لي ايه، عندما تتبع نظاما غذائيا يمكنك الوصول الى وزن صحي والحفاظ عليه. المعدة، انه ممكن نقول هنا بقى، فالمعدة هي مفتاح الصحة الجيدة اذا كنت تمارس عادات الاكل الصحيحة. تمام، شوف اللي بعدها translate into English. بفكركم تاني يا شباب ان ايه، ان اللي الترجمة هتبقى اختياري. بيقول لي هنا يا سيدي، لقد خطفت، ولا لقد خطفت مراسم افتتاح كاس العالم، مراسم اللي هي سيرموني. طبعا انا عامل لكم اجابه هنا نموذج، بس بنقرا الاول يا جماعه، يعني الطريقه كده، يعني بتجيب الفاعل الاول اللي هي ذا سيرموني او ذا اوبننج سيرموني، اللي هي مراسم الافتتاح لكره كاس العالم اوف ذا 2022 فيفا وورلد كاب ان قطر هاز كولد ذا اتنشن، اللي هي ايه، خطفت انظار العالم، ذا اتنشن اوف ذا وول وورلد. The ceremony included، تضمنت اللي هي المراسم، حيث تضمن الحفل على العديد من ايه بقى، many symbolic signs، اللي هي الدلالات الرمزية، that express، التي تعبر عن generosity، الكرم، and hospitality، كرم وضيافة، in Arab culture، في الثقافة العربية. شكرا على حسن استماعكم، ونشوف في تعليقاتكم اي استفسارات،
ونتقابل إن شاء الله في فيديو قادم. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.